استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي في قاعدة الصخير الجوية فجر اليوم عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل في جمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ورحب سمو قائد الحرس الملكي خلال الاستقبال برجال مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين، وأعرب سمو عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهل المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.